أنا وياك كلامك سعودي مرة. إيه الحين المقولة تقول من عاشر قوم أربعين يوم صار منه. ما بالك بعشرين سنة يعني. خلاص تركت سويسرا. طيب كل كم تروح لما؟ أروح له بس بالرمضان أحيانًا عشان أصلي التراويح وأرجع. بس كسكن مستحيل أترك المدينة. إحنا عبد الملك تركنا سويسرا والله بجمالها وأنهارها، هي جنة الله في الدنيا على قولة الناس يعني، دائمًا يقولون سويسرا جنة الله في أرضه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والله ما ينطق عن الهوى، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. فوالله ما إن سكننا المدينة والله ما نبغى لا نجعلها سويسرا ولا محسن. ولكم أملاك في سويسرا وأقارب؟ كل شيء أبوي تركه، كل شيء عشان ليسر لنا رجعة لسويسرا مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. طيب جواد لكم أقارب هنا؟ هنا بالسعودية ما لنا أقارب، عندي أقارب بسويسرا مثل جدي وجدتي كلهم نصارى وبعض الأقارب، لكن ودي والله أنهم إن شاء الله يهتدون يدخلون الإسلام عشان يعيشون اللذة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن للإيمان لحلاوة، عسى الله يذوقنا إياكم إياه يا رب. جواد أنا أسمعك قبل شوي تقول إنه جدي وجدتي نصارى. أي صحيح. طيب عايشين. طيب حصل بينكم مشكلة بعد ما أنتم دخلتوا بالإسلام؟ لا حنا أنا زي أنا ولدت بالإسلام، لكن أمي يوم أسلمت يعني صارت في مقاطعة بينهم كذا تقريبا حول 20 سنة، قاطع الوالدة مرة نهائيا لا سلام ولا كلام. جدك وجدتك؟ إيه لين قبل 5 سنوات تقريبا الحمد لله رجعت الأمور. فبس إذا جبنا طال الإسلام طرفناه كذا في المواضيع يقولون لا يعني لا تكلم في الإسلام، لكن عسى الله يشرح صدورهم متفائلين بالله. في الختام عبد الملك عندي أمنية واحدة بس، إنه كل نصراني كل يهودي كل الأديان هذه الغير مسلمة أنهم يعيشون لذة واحدة بالإسلام، بس لذة المناجاة مع الله عز وجل. يا أخي تفرش السجادة حتى لو ما قلت اللي بخاطرك، يعني أنت بس تسجد الله عز وجل يعرف إيش عندك، هذه ترى ما هي إلا بالمسلمين، فالحمد لله. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. أنا حطيت سنابك. الله يسعدك. ويا حظ اللي يبي يتابعك. شرف لي والله. وجه سمح. الله يسعدك. إي والله إي والله. الله بشوفتك ومعرفتك. الله يبيض وجهك. ها جواد. بيه. هلا والله عبد الملك. بالله الأرض ما تسوى سويسرا وجنات الدنيا إلا والله، وهالمنظر الحلو إلا والله. الحمد لله والله يحظنا بالمدينة يا أخي. اللهم لك الحمد. عبد الملك هذه المنطقة هنا نكشاتها مختلفة عن الحرم كله، هنا كان في بير للصحابة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أول ما أنزل الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون تصدق بهذا البئر لله ولرسوله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب معه لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو بأردى شيء عندك تعطيه للفقراء، لا أفضل شيء تعطيه للفقير. يقول عبد الملك مثل هذا الباب في باب بالجهة الغربية يسمى باب النساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان مجتمع مع الصحابة فقال اقتراح لو تركنا هذا الباب للنساء، وآخر شيء ما خلاه للنساء، لكن ابن عمر اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام